معنا الآن المستشار الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. في تعاون مشترك بين جامعة جنوب الوادي والسفارة الألمانية؟ طبعا في تعاون عميق بين ألمانيا ومصر في كثير من المناوات، علميا، ثقافيا، اقتصاديا وغيرها. فاحنا يعني جاءنا الى الاقصر والكنا اليوم يعني لتوسيع هذه العلاقات بين المانيا ومصر. ايه المشاريع اللي السفاره عايزه تطبقها في قنا والاقصر؟ في كثير من المشاريع. ده الان يعني المره الثانيه لي يعني انا أزور كنا في هذا العام، فإن شاء الله يعني في شهر نوفمبر هيكون هناك مهرجان ألماني في أقصر وكنا ومدارس أخرى في صعيد، فده كان يعني مناسبة جميلة للتبادل والتعاون وغيرها. في تسهيلات بتقدمها هنا المحافظين الصعيد للسفارة؟ يعني أنا أعتقد المحافظين يعني كويسين، فمساعدة كثيرة لهذه الفعاليات، فيعني عايز أشكرهم لمساعدتهم، فهيكون مشروع جميل أعتقد. شكرا.